friend. بتولد يا حبيبي. بتولد يعني ايه؟ بتولد يعني هتجيب نونو صغير. ابقى العب بيه؟ لا يا حبيبي تلعب بيه ازاي؟ هتجيب نونو علشان يبقى اخوك. اه. هتجيبه منين؟ تجيبه منين؟ كلها يا واد الخالق الناطح حته من ابوه عينه بقه كله انت سعيد انا اسعد انسان بيك يا احسان ارجوك تنسي السبع سنين اللي فاتوا انا مش هحسبهم من عمرنا ارجوك تسامحيني انا مش فاكره حاجه ابدا غير اني بحبك انا ماليش تاني غيرك يا احسان و أحمد نسميه أحمد حاسب على أخوك يا حبيبي مش أبوسه طيب يا حبيبي بوسه بس مش ويش حسن ده لسه صغير أيوة كده
يا سلام يا احسان، لو كسبت قضيه النهارده هعمل لك مفاجاه مدهشه. زي ايه؟ اللي تطلبيه، احسن هديه في السوق. انا مش لازمني حاجه، ربنا ينجحك ويوفقك في كل قضاياك. لا كل كوم، وقضيه النهارده كوم، ده انا باني عليها امل كبير جدا. تعرفي لو كسبتها هنشهر اسمي وهبقى من ابطل المحامين. ان شاء الله هتبقى نقيب المحامين. ها فاضي عني؟ انا عايزاك انت اللي ترضى عني. وبعدين معاك يا احسان، انت بتقتليني بمعاملتك ديت، والله العظيم انا ما عاد في حاجه في مخي غير انت وبيتي واولادي. انت ليه دايما بتقولي كده؟ عينيكي فيها كلام، اذا كنت لسه شاكه فيا قولي لي على اللي في قلبك. انا ما فيش حاجه في قلبي. انا بتألم لما بشوفك تكتمي في نفسك. وانا مش عايزاك تتألم. لا اصلا انا كنت مجرح زمان عارف، واللي على راسه بطحه بيحسس عليها. ايه الاولاد مالهم؟ مش هدولك، بقولك مش هدولك، هضربك، اضرب، وريني شطارتك. ترى ايه يا ولاد؟ شيل. تضربه ازاي يا ولد؟ انت جننت؟ تعال، اقرب هنا بقولك. اياك تاني مرة اسمع انك ضربت اخوك، انت فاهم ولا لا؟ في ايه يا حبيبي؟ اخد القلم بتاعي. انت خدت القلم بتاعه يا احمد؟ اه، اشمعنى هو معلم كبير؟ عشان هو الكبير. ما تبقاش تاني مرة تعمل كده يا احمد. واوعى تاخد حاجة من غيرك. وانت لو اعرف تاني مرة انك ضربت اخوك هكسر لك صابعك. انا لما اخد مني حاجة اسيبه؟ تبقى تيجي تقولي. اتفضل. احسان، فين الدوسيرك في اوضة النوم؟ اظن في اوضة المكتب. انا متأسف يا بابا. خلاص معلش. انا راجع على الغدا بستنيني. رجع له القلم يا احمد. خد علشانك. ليه انا يا بابي؟ ايوه حبيبي. ميرسي يا بابي. هوصلك العربية. اشمعنى بابا اديله قلم؟ عشان هو الصغير وبيحايله وانت الكبير. لا بابا بيحبه اكتر مني. لا يا حبيبي، بابا بيحبكوا انتوا الاتنين قد بعض تمام. انت وانت صغير كان بابا بيدلعك ويجيب لك حاجات كتير. ايه يعني يا اخي حته قلم؟ ده دهب يا ماما، دهب. انا كمان هجيب لك قلم دهب زيه تمام. صحيح يا ماما. ايوه يا حبيبي. ربنا يخليك يا ماما. بس بس يا روح. Thank you.
أنا جاتلي فكرة، إيه رأيك تسافري معايا اسكندرية تخلص القضية ونقعد هناك يومين ثلاثة، منها سكت ومنها راحة واستجمام، إيه رأيك؟ وأنا أقدر أسيب الولاد يومين ثلاثة. يا شيخة نخلص من دوشتهم وكتر طلباتهم، واحنا يعني ما عندناش اجازه؟ يا بنفسي يا احسان اقعد معاكي لوحدي كده يومين ثلاثه. يا حبيبي احنا خلاص عجزنا بقى. عجزنا؟ حصل. مين قال كده؟ معلش الشعر البيض اللي طلعوا لنا دول كلام فارغ، احنا لسه في عز شبابنا وفي عز حبنا. ان شاء الله المره الجايه المره دي ما اقدرش اسيب الولاد. اه يعني من العوازف دول. امرك يا ستي، اسافر لوحدي. بالسلام. هترجع امتى؟ اه انا وظروفي جايز النهارده بالليل يمكن بكره الصبح. هوصلك كده. قصدك ايه؟ افهمك قصدي. وقد كان لي عظيم الشرف، عظيم الشرف ان امثلكم في الاتحاد 4 سنوات متتاليه متتالية حققت لكم فيها كل رغباتكم. تكم من أول السطر. ها؟ إخواني الطلبة. إخواني الطلبة. فين اللبيسة؟ فين اللبيسة؟ إيه ده؟ أنت بتكتب فين اللبيسة؟ أنا بسألك عشان ألبس الجزمة. مش أنت اللي بتنادي؟ شيل شيل. إخواني الطلبة. خلاص دي. لو أوليتموني. لو إيه؟ لو أوليتموني. لا انا ما اعرفش اكتبها دي، شوف لنا كلمه غيرها احسن. تموني دي دمها تقيل قوي. لو حصلت على تأييدكم اهو كده حصلت تدخل الود، لكن تموني دي تسقطك في الانتخابات. لف من بقك. ساعمل قادحا زناد فكري. اخ ايه الجمل اللي زاد قنابل دي؟ ابوسك على زناد فكري. ابوسك. انا لازم انجح. سوف تنجح ان شاء الله. اسمع بقى سيدي. اكتب لي بقى من اول. اخواني. سوف اعمل. سوف اعمل. وساظل اعمل. وساظل اعمل. وسوف اعمل. وسوف اعمل. قادحا زناد فكري. زناد فكري. وجاهدا على ان احقق. عازف. ايه يا اولاد انتوا بتالفوا روايات ولا ايه؟ لا ابدا، دول كلمتين بحضرهم عشان النهارده انتخاب اتحاد الطلبه. انت مرشح نفسك السنه دي برضه؟ ايوه بابا، السنه دي اخر سنه ولازم اسيب اثر في الكليه قبل ما اتخرج. وانت يا احمد مش مرشح نفسك ولا ايه؟ لا لا لا، الناس يحسدونا يا بابا، لما اتخرج اخويا انط انا مطرحه. ايوه بس انا مش عايز الحاجات دي تاثر على الدراسه بتاعتي. لا 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 بابا، اولادك ابطال. ايوه بس انت السنه اللي فاتت ما كنتش بطل، انت عديت بدرجه جيد مش بدرجه ممتاز زي اخوك حسين. انا يا احمد عايزك دايما تكون ممتاز ان شاء الله يا بابا. طيب انا ماشي. مع السلامه. مع السلامه بابا. مع السلامه بابا. ايوه يا حسين. النهارده 2 في الشهر. ايوه صحيح. انتوا لسه ما خدتوش نهايه. ايوه طيب ابقى اديهم النهايه. حاضر. ربنا يخليك. مع السلامه بابا. الله يسلمك. تعالي يا بطلت المريه، ايديك اروح على المهيه. وفوق المهيه سلفه. والسلفه ليه بقى؟ اخويا حسين داخل معركه انتخابيه، وبصفتي انا مدير الدعايه بتاعته، فيعني عايزين شويه. ما تتكلم يا اخي. يعني اعلانات مثلا. دعايات. شربطات، جاتوه، ملبسات، قلبندات. امال الدعايه عايزه فلوس. والفلوس في الدولاب. والدولاب عاوز مفتاح. والمفتاح مع ماما. وماما راح تدينا. تدينا ما تدينا. يلا الغفار يا رب خليك يا ماما. يلا الغفار. يروح يروح. يا ونتجية يا بكاشين. ها والدعايه دي بقى عايزين فيها قد ايه؟ قلتوش عايزين ايه؟ يلزمك كام في الدعايه يا حضره المدير؟ انا يلزمني 15 جنيه يا حضره العضو المحترم. كتير يا حضره المدير النصاب. رفقا بماما وفلوس ماما. 10 جنيه كفايه؟ لا 15 يا حضره. خليك يا ماما. يلا غبا. ماما ماما تسمحي تقعدي هنا؟ ليه بقى؟ بس اقعدي. وانت ولا ايه هتعمل ايه؟ دلوقتي انا هعمل بروف على الخطبه اللي هقولها النهارده. برافو عليك. ايوه يلا بقى. ايوه سقف. قولي سقف. ايوه يا الخطيب. ايوه بس بس بس. اخواني الطلبه،
صارت باينه من اولها. الاصوات نازله ترف على سين سين. مش معقول. اثبت احنا فوق قوي. يا اخي يا اخي سقط لك مره عشان خاطر سين سين. طب بس 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 النتيجه ظهرت يا نور العين. يا خيبتك يا سين سين. تسع اصوات بس يا غلبانين. ارقص يا حسين هيص يا حسين. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلمي جميل بخيالنا ولا لكش في يوم عندنا. وبقالنا قصور وبلاش قصور حياتنا ومستقبلنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا. بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. شلفطها مسحتها بستيك. هي مين؟ سين سين. ايه دي سين سين؟ بنت مغرورة جاينا من جامعة اسكندرية عايزة تنافسني في الانتخابات. قال انما وحياتك يا بابا اكتسحتها. فين احمد امال؟ احمد احمد بيذاكر. بيذاكر فين؟ عند اسماعيل. طالب معاه في الكلية انما شاطر قوي يا بابا. هو كل ليله كده ولا ايه؟ لا ابدا، اصل يظهر النهارده كان عندهم محاضره جامده قوي فبيذاكروها سوا. هو هيكون بيلعب وانت بتداري عليه؟ لا قول يا بابا، اللعب لعب والشغل شغل. التليفون يا سعد. تعال هنا هات التليفون ده. الو. وصلت يا حمادة؟ أنا متشكرة قوي على السهرة الجميلة دي، لكن الفيلم ما عجبنيش، ما فيهوش حب. هلو؟ ما بتردش ليا يا حودة؟ حد واقف جنبك؟ هلو؟ و
اسماعيل ده ساكن في البلد ولا في حلوان؟ لا يا بابا ساكن هنا في المعادي قريب مننا بعد الكوبري. هو اخلاقه كويسه ولا يعني؟ لا طبعا يا بابا اخلاقه كويسه ولو كان وحش انا كنت اخلي اخويا يختلط بيه. كده تحب يا بابا اولع النور؟ لا كده كويس. يا مساء الياسمين. ها خلصت مذاكره مع اسماعيل؟ انت جرى لك حاجه اسماعيل؟ ايه ياسمين يا استاذ اسمها ياسمين وريحتها زي الياسمين ولا عودها يا حسين؟ عودها اللي زي عود الياسمين. اي اي يا رجلي انت جرى لك حاجه في عقلك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت ايه ايه مش كنت بتحضر بتذاكر المحاضره مع اسماعيل؟ ايوه ما انا كنت ما هو بابا عارف كنت عند اسماعيل. اسماعيل ده ساكن فين؟ ساكن في محاضرتك عارف في القبه. ما تلحق يا استاذ ولا فاكرني مش شايفك يا غشاشين يا كدابين. حصل ايه؟ اتفضلي يا ستي. حضرته داير يقعد طول الليل مع البنات وبسلامته بيداري عليه. تسمح لي يا بابا؟ ولا كلمه. انا خلاص فقدت ثقتي فيكم انتوا الاثنين وفيك انت بالذات. انا يا بابا؟ انت اللي بتساعدوا على كده. انا من هنا ورايح مش هسال فيكم ومش هكلمكم ابدا. ايه ريحتها زي الياسمين؟ قال الكلام الفارغ في العيال. بتضحك يعني كويس كده دلوقتي؟ هو يا ماما اللي هو ايه اللي... لا يا اخي انا كمان زعلانه منكم. يا دمك يا اخي عجبك كده كويس؟ يا اخي صايم الله ما تدقش مال. اما يا حسين لو شفتها بالله العظيم ثلاثه تنهبل. اهي دي بقى اللي غطت على الكل. عن اذنك اما ايدها في الليسته. انت مش هتبطل الزفته بتاعتك دي؟ وانا يا ابني عاوز هم اللي بيترموا عليا وحياتي. لا يا شيخ وانا ذنبي ايه معاك؟ ياسمين ذنبك ايه؟ اخويا يا اخي لازم تداري عليا واداري عليك. امال يا اخي سيبك ولا يهمك خناقه تفوت ولا حد يموت. انت عارف هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ بابا هيخاصمنا وانت عارفه عندي وده لما اقول حاجه لازم تمشي. خد بقى عندك خصام لاخر السنه. اخ والعمل ايه؟ اسمع احنا نطلع لماما نعتذر لها قلبها هيحن تروح مصلحانه معاه. وإذا ما صلحتناش أنت عارف هتبقى إيه؟ سنة سودة على دماغك والله. يا أخي ما تقرش هيحصل إن شاء الله بس تعالى معايا. تعالى بس. تعالى بطلع يلا بابا ما شفناش. ربنا يستر بس. بالله العظيم لو عملت كده تاني مرة أنا حاولت من غير حلفان وحياة ماما وحياة ماما وحياة ماما آخر مرة. أنت إزاي تعمل كده؟ إن شاء الله ربي يفرمني ترمية أنا هعملها. لا يا خلاص يا ماما أنا الضامن. لا قول يا جماعة وحياة جماعة وحياة أحمد وحياة حسين وحياة جماعة أه يا أه أنت جيت خلاص صالحتك خلاص. طيب بقى تتم جميلك يعني و وإيه تاني؟ يعني تصالحين على بابا بس. بابا لا يمكن انتوا عارفين دماغه ناشفه قد ايه. ده لازم يمكن يا ماما عشان خاطره والنبي احنا هننزل نعتذر له صحيح انما وجودك انت معانا يلطف الجو. مش ممكن بس ده دماغه ناشفه قوي. يا ماما كلمتين حلوين منك هيلينوا دماغه طبعا. اما دماغه تلين قلبه يرق. ولما قلبه يرق هيصالحنا على طول. ولما يصالحنا هنرتاح وريحتنا في ايديك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ماما يا روحي احنا في عرضك. طيب يا ربي خليك يا ماما. يلا في واحد منتظر سيادتك في المكتب. عملت ايه في القضية يا فوزية؟ القضية انكتبت على المكنة وهجيبها سيادتك دلوقتي عشان تطلع عليها. خدمة تانية؟ لا متشكر. مش معقول عبد الكريم. اهلا سلامات. اهلا ازيك يا استاذ محمود؟ الله يخليك دي فرصه سعيده قوي. الله يحفظك. انت جيت امتى؟ والله دي لي شهر وزياده. صح عليك يا راجل يا ناقص.
شهر زياده ولا تعديش عليا. ما تاخذنيش، دايما في بالي بس الدنيا مشاغلي. ايه ونازل فين؟ والله اجرت اوضتين مفروشين انا وبنتي، حاكم هي السنه دي في بكالوريوس الهندسه. ليه؟ مش كانت في جامعه اسكندريه؟ ايوه يا سيدي، وكنا مرتاحين قوي هناك. اسكندريه جنب كفر الدوار، بس بعد عنك الرب وتعبني والحكمه قالوا لي لازم تروح حلوان. اضطرت المسكينه تشيل كتبها وتيجي معايا، وحولت اوراقها على جامعه القاهره. لا لا لا، ده انا جنبي حته فيلا انما معتبره وبايجار معتدل جدا. ايدي على كتفك، اجرها لي من بكره. بس خلاص، انتوا الولادي معزومين عندي على العشاء عشان اعرفك بالست بتاعتي وبالاولاد كمان. وهو كذلك ان شاء الله. والله عجزت يا محمود. بشر انت اللي عجزت يا عبد الكريم. ايوه هنغلط ربنا بقى، انا وانت قد بعض باليوم. اسكت يا ابو عجيفه، وطي صوتك حد يسمعك. بتبصيلي كده ليه؟ مش عاجبك؟ مش قد المقام؟ أفندم ولا حاجة، بس خلي عندك روح رياضية. سيبك من الأغلاط الإسكندراني دي، الانتخابات زي ماتش الكورة، فريق لازم يغلب. أنت عايز مني إيه؟ ولا حاجة، بس أنا شايفك منفوخة على الفاضي ولا حدش حس بيكي أبدا. طب روح شوف شغلك. العظمة لله يا صاحبة الألاطة. تعرفيني حاجة غريبة قوي. إن كان في دماغك حاجة شيلها، ما تحاولش، لا أنت ولا عشرة زيك. والنبي أنت مغرورة قوي. صلاح، اسمع صلاح، الساعة كام؟ تلاتة. طب يلا نلحق السينما، حسين أحمد مستنينا. يا سلام يا محمود عليك وعلى نوادرك. طب انا هحكي لك بقى حكايه تانية. طول عمرك كده كلامك ايه؟ تعال يا اولاد. تعال يا احمد. تعال كله. اولادي حسين واحمد. ما شاء الله ما شاء الله. الحاج عبد الكريم سامي يبقى قريبي اخويا. انسه سهير تبقى بنته. ما تتعرفها يا حسين. هي من زميلتك في الكليه. حضرتك في كليه الهندسه فين؟ ايوه. ما خدتش بالي والله. وانت في نفس الكليه؟ ده معاكي في البكالوريوس. ايه؟ والله. ما خدتش بالي. ايه اللي بتعمله ده يا ولد؟ طب اتفضل. اتفضل. اتفضل يا حاج. اتفضل يا اخويا. ما شاء الله على الرجاله ما شاء الله. انت هنستني قوي. الله يخليك. الله يخليك. ايوه كده. اما حته صدفه حلوه قوي. مش قلت لك؟ قصدي الصدفة، صدفة تتلغي تحت. الله زمان يا عبد الكريم. ايوه نورتنا. الله يخليك. بقى يا جماعة أنا ما بعرفش أعزم، أنتم في بيتكم. إيه دايما عامر يا ست أم حسين. بس يا خسارة ما أناش قادر أهجم في الحاجات الحلوة دي زي زمان. وتعربوا واسمه. ربنا يديك الصحة. الله يحفظك. فاكر يا محمود لما كنا صغيرين ونقعد أنا وأنت نشطب على مشنة عيش بحالها وفقها والزيتين؟ قلت لك يا عبد الكريم إنك عجزت. ما تخليها مسطورة أمال، أكشف سترك يعني قدام الهانم وقدام الهانم. لا 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 لا. الله، ده رأيي يا حبيبتي، ما بتاكليش ليه؟ مش تعزم على زميلتك يا أخي. أنا متأسف.
ايه ده كله بس؟ معلش معلش، اصلك لازم تاكلي كويس علشان بكره وراكي سفر طويل. سفر ايه يا ابني؟ عندنا بكره رحله للبحر الاحمر. البحر الاحمر حته واحده ده مشوار. لا يا عمي، او منها رياضه ومنها نشوف المصانع والحاجات اللي هناك. المشاريع دي رحله اجباريه ولا لا؟ ابدا يا بابا، انا اللي اخترتها بصفتي رئيس لجنه الرحلات. كله يا بابا كله، الرحلات والجمعيات والحفلات. يا عمي مكوش على كل اللجان اللي في الكليه. ما شاء الله ما شاء الله يا باشمهندس. وانت يا سوار يا بنتي مش هتروح الرحله دي؟ انا ما ضيعش وقتي في رحلات تافهه زي دي يا بابا. ولد الحقيقه هي مش رحله تافهه ولا حاجه، يعني انت اللي مش هيكون عندك حظ لو ما رحتهاش. يا سلام يا احمد على البحر الاحمر وجمال. عارفه يا اخويا عارفه. عارفه منين يا غلباوي؟ ده انا شفته يجي 20 مره. شفته فين؟ في الحلم؟ لا في السينما. ايه يا ولد النهارده؟ ده مخبط قوي قوي. من فضلكم يا اخوانا، النظام النظام، كل اتنين على كرسي عشان العربية على قدنا بالظبط. اتفضل يلا 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 يلا. اتفضل الهدوء النظام، كل اتنين على كرسي. ايه يا حسين انت مستني حد؟ لا ابدا. طب ما يلا بقى، الساعة بقت 7:15. يلا المخام اللي حنبات فيه، وبعدين نبقى نكمل الزيارة. يلا يلا بينا. بينك وبين حسين حاجة ايه؟ حاجة كده يعني مش فاهم. اطلعي من دول هتخبي عليا. قصدك ايه؟ اشارات نظرات ابتسامات. انا هي دي حاجة مستخبية؟ كل الطلبة واخدين بال. قولي له بقى يخفها شوي. ايه هي حصلت كده؟ طيب أرجوك تاني مرة مش عايزاك تبصلي ولا تكلمي ولا تيجي ناحيتي. ليه لا سمح الله، ده احنا لسه متعشين مع بعض امبارح. انت فاكر نفسك ايه؟ ولا حاجة. انا حاهمين. يا سلام، وايه يعني حاهمين؟ عبد من عباده المحبين. انا ولا حاسة بيك. لا يا شيخ، امال جيتي ليه؟ افندم تكونش فاكر اني جيت هنا عشانك؟ لا يا سي حاهمين، ده انت فاكرك راح بعيد قوي. بطلي قلطة بقى. اسمع، زي ما قلت لك انت ملكش دعوه بيا، لا تبصلي ولا تكلمني ولا تيجي ناحيتي. اسمعي انت مغروره قوي. Thank you.
حبيبي كتير عايز اكلمه عايز اقول له كلام يهديه يفهمه عايز اقول له كلام يهدي يفهم مرضيش مرضيش يسمعني مرضيش مرضيش يفهمني مغرور مرضيش يسمعني حسيب للأيام وهي تعلم قلبي خصمك سيبه بكرة الشوق ينادي ويجيبه سيبه يا قلبي خصمك سيبه بكرة الشوق ينادي ويجيبه تترجى مين وهو مش سامع كلامك وتقول لي مين وهو مش داري بغرامك تترجى مين وهو مش سامع كلامك وتقول لي مين وهو مش داري مسيره يرجع لذكرياته وبكرة يندم على اللي فاته مسيره يرجع لذكرياته وبكرة يندم على اللي فاته قربت أقول مليت ومليت من كتر ما ترجيت قربت أقول مليت ومليت كتر ما ترجيته ومرضيش مرضيش يسمعني مغرور مرضيش يفهمني مغرور مرضيش يسمعني حسيب للأيام وهي تعلم ترجمة
مغرور مغرور فاكر الحب لا بفيده ده الحب قادر قادر وقلوبنا تبقى بيده مغرور فاكر الحب لا بفيده ده الحب قادر قادر وقلوبنا تبقى بيده انا مش هفرح فيه لما الشوق ينادي انا مش هفرح فيه لما الشوق ينادي انا بس هفكر بيوم ما قلت كلام من كل قلبي يهديني فهمه انا بس هفكر بيوم ما قلت كلام من كل قلبي يهديني فهمه ومرضيش مرضيش يسمعني مغرور مرضيش يفهمني حسيبه للأيام وهي تعلم الشرة هتسكن قصادك منزل مبارك ان شاء الله الحمد لله اللي ما شفناش كل حالة كشف اسمع انا مش عارف اتفاهم مع سهير دي ابدا ليه بقى ما اعرفش يا اخي ساعة ما تبص لي عينيها يبقى فيها كلام انما لسانها مربوط واجي اكلمها ابص الاقيها تروح رافعه لي مناخيرها لفوق ما حصلش حركة إشارة لمسة تعرف حصل إيه؟ إيه؟ حصل خصام أنتوا لحقتوا؟ أيوة سيدي كنا كويسين أوي وكل حاجة عال والحمد لله وفجأة راحت متغيرة عليا كده مش عارف ليه قال إيه؟ أوعى تبص لي أوعى تكلمني أوعى تيجي ناحيتي بس يا حلو إيه؟ ده أنت وصلت أوي مش معقول والله العظيم دي حاجات بقى نفهمها إحنا أرباب السوابق إيه؟ شوف أما أقول لك أيوة في قاموس الحب والغرام ما هو في قاموس للحب والغرام كده آه إيه؟ ما تبقاش تبص لي يعني خلي بالك مني ولا تكلمني يعني عاكسني مش معقول والله ولا تيجي ناحيتي يعني انزل يا حبيبي انا بحبك بس انت بقى لو حدق اتقل عليها ما بقدرش يا اخي ساعه ما بشوفها بتلخبط يا عبيط يا عبيط ما ترميش نفسك اصل دي حاجه مش بايدي انا اقول لك ساعه ما تشوفها قدامك عد من واحد لعشره وانت تهبط عد من واحد لعشره جميع النظريات الحديثة في التشغيل الميكانيكي بتقول
ان البساتين مهما اختلفت احجامها. اتاخرت ليه يا انسه؟ انا متاسفه. وانا كمان متاسف. الطالب اللي ما يحترمش محاضرتي ما يحضرهاش. اتفضلي. مالك يا حسين؟ ماما بتبص على مين؟ مالك؟ بصراحة يا ماما فيه؟ أصلا أنا بحب البنت دي قوي. سهير؟ أيوة سهير يا ماما. يا حبيبي يا حبيبي. وماله يا حسين؟ اتشطر أنت وتخرج وأنا أجوز هالك. بذمتك يا ماما مفيش حاجة في الدنيا تغلى عليك. يا حبيبتي أنا بحبك أوي. طب 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 بس اسمع. نعم. أنا مش عايز أبوك ياخد باله من الحكاية دي لأحسن بعدين. يلا السلام. لا ما تخافيش ابنك حريص أوي. وكمان مش عايزة تشغلك عن دروسك. دروسي؟ تشغلني عن دروسي ازاي؟ أنت مش شايفة أنا بذاكر ازاي يا ماما؟ أنا شخصيا ضامن البكالوريوس في جيبي. خلاص وأنا ضامنة العروسة في إيدي. يا حبيبتي ربنا يخليك. يا حبيبي أظن دلوقتي تذاكر بقى. حاضر. عزيزة يا عزيزة. حاضر. عزيزة. حاضر يا ستي. ايه نايمة على ودانك ما بترديش ليه؟ انا جيت اهو يا ستي. خدي ادي ده لحسين. حاضر. واستنى الرد؟ لا اللي ادولك هاتيه. حاضر. اتفضل. الست سهير بعتلك الورقة دي. بعتلي انا؟ ايوه. من فضلك ابعت محاضرة النهاردة اللي الاستاذ ما خلانيش احضرها. الورقة دي. حاضر. اتفضل. استنى. اللي عايز حاجة يجي ياخدها. اديله دي. حاضر. اتفضل. مش ضروري اخدها من اي زميل تاني. اتفضل.
اتفضلي. استني. حاضر. محدش كده بالمحاضرة غيري. عشان تيجي الاثنين في خطك حلو قوي. انت احلى. مساء الخير. مساء النور. نعم. الله. انا قلت حاجة. انا بقول يعني خطوة عزيزة. شرفتينا ونورت البيت. البيت ما هو منور بوجودك يا استاذ. انا متشكره قوي. تصبح على خير. انت من اهل. لا بذمتك انت بني ادم. ده ما حد تيجي فيه. مش قادر تتاخر شويه. يا خيبتك التقيله. يا اخي روح وصلها دلوقتي وبعدين ابقى اتخانق معايا على مهلك. وصلها. ايوه اتحرك يا بني ادم. سهير. ايوه يا حسين. لو ما عرفتيش تقري خطي ابعتي لي جواب وانا اجي راجع معاك المحاضره. ما قلت لك خالتك حاجه. دهدي انت هنا يا سهير؟ ايوه يا بابا. جيت اخد محاضره من حسين. محاضره مش محاضره. اعتبري البيت ده بيتك وحسين واحمد اخواتك. اي حاجه تعوزيها احنا تحت امرك في اي وقت. متشكره قوي. ما تعمليش تكليف. خليك تذاكري معانا. صحيح. ما انتوا الاثنين في البكالوريوس سوا. اهو تساعدوا بعض. لو عوزت حاجه هاجي اخدها. على العموم يا بنتي هنحب دايما تكوني معانا. ميرسي قوي. طب انا هقعد مع عمك محمود شويه بقى يا سهير. بس مفيش سهر. بحبحيه امال الليله دي. اديني اجازه. نفسي اغلبه عشرتين طاوله سخنين من بتوع زمان بقى كده. طب وريني شيطان. تعال امال. اتفضل. تصبح على خير يا حسين. تحب اوصلك؟ لا معلش. بس الدنيا ليل عليكي. متشكرة قوي. تصبح على خير. مع السلامة. الله يسلمك. وصلتها؟ بحبها. اهلا. والله وغرقت لشوشتك يا سحس. شيش بيش. بقول لك 40 فدان حته واحده ما يفصلهمش عن ارض غير انا يا صغيره. وفيهم 15 فدان موالح والسعر مناسب. ما تجمد قلبك يا ابو حنفي وتشتريهم. اهم ينفعوا الاولاد. فكره مدهشه يا حاج. مش كده ولا ايه؟ والله يا عبد الكريم كان غرضي اشتري عماره. عماره ايه يا راجل؟ الارض هي الخير. دي البركه في الفلاحه. اشتريهم يا محمود. غصب عنه لازم يشتريهم. دي بلدهم يا ستي وكان لهم ارض هناك. احنا ما سيبنا الفلاحه من زمان يا حاج. مهما عليت ولا كبرت برضك فلاح ابن فلاح يا سي محمود. ولا هتنسى الارض. اشتريهم يا محمود. دي فرصة ما تضيعهاش. اما اشوف. ما تبقاش مروح على المال. جمد قلبك كده. اقول لك انا عندي فكرة وجيه. ايه رأيكم اجازة الاولاد بتاعت نص السنة فاضل عليها جمعة.
ما تيجوا تقضوا الاجازه دي عندي في العزبه، هم تتفسحوا لكم يومين وهم تشوف الارض وتعينها وتدفع العربون وتتكل على الله. والله فكره يا حاج، انا اعصابي تعبانه وفعلا في احتياج لاجازه. خلاص على بركه الله. العب يا دي الحظ. شيشك ما شاء الله. الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة 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 برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي شك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي فعيونك سهرت ليالي ليالي وطالت أيامي طالت أيامي وفضل رموشك وشفايفك وفضل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وشبابي شبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي
سهرانة ترقص على بابك يا حياة روحي والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنك يا حبيبي يا حبيبي أنا فاكر فاكر يا حبيبي باليوم والساعة والثانية أنا فاكر فاكر يا حبيبي أول مرة قابلتك فيها أول كلمة ناديت لك بيها أول مرة أقول يا حبيبي يا حبيبي وحاسس معنيها باليوم والساعة والثانية أنا فاكر فاكر يا حبيبي أول مرة قابلتك فيها أول كلمة ناديت لك بيها أول مرة أقول يا حبيبي يا حبيبي وحاسس معنيها فعني حسيت بالحب وعرفت بيجي منين وازاي بيدفي القلب وازاي بيصح العين فعني حسيت بالحب وعرفت بيجي منين وازاي بيدفي القلب وازاي بيصح العين وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة الحلوة الحلوة عنك يا حبيبي يا حبيبي تعرف الواحد برضو بيحن أهله وقريبه هو حد ينسى أصله وفصله غيرش انت اللي من صغرك كنت براوي وطالع لي فيه انت غلطان يا عبد الكريم غلطان معلش الخيره في مختارها الله اهي بتيجي على اهون سبب وعلشان كده انا نويت اختم حياتي هنا في بلدي وسط اهلي يا زين ما تعمل وعلشان البيت يفضل مفتوح على طول انا نويت اناسبك اخد سهير بنتك لابني ايه رايك بقى انت بتسالني يا
يا سلام، ده يوم المنى يا محمود. صغير بنتك واني اخوك، واللي تقول عليه ماشي، ده انا جهزها واوديها لحد البيت. يعني نقرا الفاتحه على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ₽225,650 من صريف الكليه دفعت لاخواننا الطلبه العاجزين بعد بحث حالاتهم الاجتماعيه، و10 جنيه انا بواب الكليه ومناسب زواج بنته، 2 جنيه مصاريف نسريه، يبقى المجموع الكلي 687,240,000، والباقي في صندوق الخدمه الاجتماعيه 4.07 جنيه. يعني مفلسين. اسمعوا يا جماعه، احنا لازم نملى الصندوق تاني. انا اقترح نعمل يا ناصر، وانا اقترح نعمل حمله تبرعات على البنوك والشركات. مش معقول هنشحت. اسمعوا، ايه رايكم لو عملنا حفله موسيقيه غنائيه كبيره؟ نعملها في الكليه. لا، نعملها في الاوبرا، تذكره كويسه بسعر كويس، احنا عايزين على الاقل 1,000 جنيه. موافقين؟ موافقين. طب بس انا اشوف بقى اننا نعملها بعد الامتحانات علشان ما تعطلناش عن الدراسه. فعلا احسن. موافقين. اكتب يا سيد. سهير، سهير، حسين، مبروك يا حسين. ألف مبروك. وانتي؟ وانا كمان مبروك. ألف مبروك. كفاية بقى، انت تعبت. حاضر يا ستي. احنا الليلة دي كنا لازم نعمل فرح لان الولاد نجحوا والحمد لله. وحياتك لا اعمل لهم حفلة، عمري المعادي ما شفتها في حياتها. عقبال احمد ما يتخرج هو كمان وارتاح انا بقى. فعلا يا احسان، انت تعبتي معانا كلنا. انا كل منايا ان افرح بيهم واجوزهم. يا ستي بكره تجوزيهم وتفرحي بيهم، ونتركني احنا الاثنين على المعاش، واخدك هعيش معاكي في العزبه واحط بوزي ببوزك طول الليل والنهار. اسمع يا محمود. افندم. حسين كان له رغبه وطلب مني احققها له، وانا وعدته. رغبتي ايه؟ عايز يتجوز سهير. عاوز يتجوز سهير؟ وليه ما قلتيش؟ كنت مستنيه لما ينجح. لكن انا ليا رغبه اخد سهير لاحمد. احمد فاضل له 2 سنين عشان يتخرج. معلش، نخطبها له وينتظروا 2 سنين. لكن حسين اتخرج وجاهز وهو اولى. احمد هو اللي اولى. انت بتتكلم جد؟ حسين دي مفيهاش هزار. انا خلاص خطبت سهير لاحمد. لكن الكلام ده محدش يقوله ابدا. انا قلت. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت عارفه. يعني ايه بس بقالها ساعة الا ربع؟ طول بالك يا اخي. اطول بالي ليه؟ هي مفاوضه، دول 2 كلمتين. يمكن بيوضبوا للفرح والمهر والملبس والشربات ولازم منه. يا ريت يا حبيبي يا ريت. اسمع حسين، تعالى بس اقعد جنبي كده وهدي نفسك. اتقل اتقل. ما عنديش صبر. تلج. مش قادر. اقول لك عد من 1 ل10. طبعا عد وانت تقدر. عد. 1 2. اهي ماما جت اهي. ايه ماما؟ قلت بابا؟ انا لسه ما كلمتوش. ليه؟ قدامه قضية مشغول فيها قوي. يعني ايه يا ماما؟ دول 2 كلمتين بس. يا حبيبي انت عارف بابا لما بيبقى مشغول في حاجة الواحد لا يقدر لا يكلمه ولا يجي ناحيته. طب انا هروح فين؟ لا ليه يا ماما؟ لا واحنا بنسرق روح هتكلمه ولا يهمك روح. لا يا حسين، انا خايفة اتكلمه وهو مشغول يقوم يرفض، وانت عارف بابا لو قال كلمة مش ممكن يرجع فيها ابدا حتى لو كانت غلط. معلش اول ما تخلص القضية انا هكلمه. ايوه ماما، بس يعني لو قعدت القضيه 20 سنه هفضل انا مركون جنبها. يا حبيبي طب انت بس مستعجل قوي كده ليه؟ يا ماما انا بحبها،
بحبها حقيقي وعايز اتجوزها ارجوكي والله بحبها جدا. طب يا حبيبي ما تصحش. قلنا بتكلمي ان شاء الله هتتجوزها. كلام ايه ده يا راجل؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ انت بتهزر يا استاذ. شوف يا عبد الكريم، انا لما جيتك العزبه علشان اخطب سهير كنت مخطوبها لاحمد، ولما قرينا الفاتحه سوا كان في نيتي احمد. وانا كان في نيتي حسين. هو الكبير يا اخي. ثم اطمن يا استاذ، سهير بنتي ما تخبيش عليا حاجه ابدا، انا معودها على كده. قالت لي على كل اللي بينها وبين حسين. اتاب الولاد قاريين فتحتهم مع بعض ومتفقين على الجواز قبل احنا ما نتكلم. حسين وسهير متفقين على الجواز وسامنا على عسل يا اخوي. وانت موافق؟ موافقش ليه؟ هو انا هناسب حد غريب؟ ما انت برضك انت. انا افضل احمد اذا كنت عايز تناسبني. يعني خدت حسين خلاص مش راح ابقى نسيبك؟ اسمع كلامي يا عبد الكريم. الله، هو حسين ماله يا راجل؟ في حاجه؟ انا فخور جدا بحسين، انما برضه انا افضل احمد لسهير. الله، طب ما تنورني في الكلام. امال يا استاذ، ده جواز ما تاخذنيش الصراحه فيه واجبه. ذنب بنتي في رقبتك ان ما كنتش تصارحني بالحقيقه. تحرجنيش يا عبد الكريم. وانت كمان ما تغشنيش يا استاذ. البت بتحب حسين، ايه العله اللي فيه؟ قول. حسين ما فيهوش اي عله تمنعه من الجواز، انما ما دام انت مصمم انا هصالحك بالحقيقه علشان ارضي ضميري قدام ربنا وقدامك. عبد الكريم، حسين ما هوش ابني. مش ابنك؟ ايوه مش. امال ابن مين؟ مجهول الاب والام. كلامات دي سر ما يعرفوش حد ابدا. انا اتجوزت احسان وانا في عز طيشي، كنتها كتير وخدعتها كتير، وللاسف سوء معاملتي لها سبب لها انهيار فسائل صحتها، وكنا ما بنخلفش اولاد، ففكرت اني اتمنى لها ولد يمكن املى عليها فراغ حياتها، وفعلا راحت بنفسها واختارته، فرحت بيه وحالتها اتحسنت. الطفل ده كان حسين. انما يشاء ربك ان بعد 3 سنين تخلف لي ابني احمد. مش ابنه؟ امال ابن مين؟ ده الكلام اللي سمعته من عمك محمود شخصيا. وحضرتك قلت له ايه؟ غيرت رايي طبعا. هو انا حبيعك يا بنتي؟ اجوزك لواحد ملوش اب ولا ام ولا عيله؟ وعشان ملوش اب ولا ام ما تديلوش بنتك؟ بنتي نفسها هي اللي لازم ترفضه وما تتجوزوش. لا يا بابا، بنتك يسعدها انها تتجوزها. أنا ما اخترتش حسين لأن أبوه المحامي الكبير ولا أمه إحسان هانم. أنا اخترت حسين اللي هيشرفني باسمه ومركزه، مش بأبوه وأمه. سهير يا بنتي، أنا ما حوشتش عنك حاجة أبداً. حققت لك كل رغباتك وضحيت بكل حاجة علشانك. ما تضحيش أنتي بحاجة واحدة عشان أبوكي. أنا مش بغصبك ولا بأمرك، لا. أنا عملت اللي علي وقلت لك رأيي. بعد كده بقى يا ست بابا أنت حر. اختار اللي يعجبك. قول لي من فضلك، التليفون فين؟ التليفون اهو. اتفضل يا فندم. تشيك. الو سهير، انا حسين يا سهير، انت ما جيتيش ليه؟
الو ست سهير تعالي. بس حسين الو سهير انا طول الليل بفكر حاولت ادور لنفسي على غلطه ما لقيتش ارجوك يا سهير انا عايز اعرف ايه سر التغيير ده اذا كان في حاجه لازم تقوليلي ما تسيبنيش تايه لوحدي يا سهير النهارده معاد اخر بروفا للحفله انا هستناك في الاوبرا للساعه 10 لازم تيجي لازم تيجي يا سهير اذا ما جيتيش انا حعرف ان ما بقاليش مكان في حياتك البروفة كانت عالية وإن شاء الله الحفلة هتكون كويسة إن شاء الله احنا الاتنين قلبي واحد
دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي. قولي مالك ساكت ليه ليه؟ قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه. وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه؟ قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه. Thank you.
كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما وأحكيها لك كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما أجري دايما وأحكيها لك وأنت قلبي وأنت أملي قولي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا أملي والمخبي عليا إيه إيه وأنت قلبي وأنت أملي قولي مالك ساكت ليه 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 قول يا قلبي قول يا أملي والمخبي عليا إيه إيه بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي حسين كل اللي أقدر أقوله لك إني بحبك لازم اتجوز مش ممكن ابدا افكر في سهير ايوه بس انا خلاص كلمت ابوها وهو موافق ده مستحيل يا بابا دي حاجه بعيده خالص سهير وحسين بيحبوا بعض وتقريبا مخطوبين مخطوبين تسمح بقى تقولي مين اللي خطبها لي هما الاثنين متفاهمين سوا يا بابا مش معقول اتجوز الانسانه اللي اخويا بيحبها حب ايه وكلام فارغ ايه الحب يا ابني يجي دايما بعد الجواز اسمع كلامي عشان تخليني دايما ارضى عنك مساء الخير مساء الخير تصور يا حسين بابا عايز يجوزني عايز يجوزك انت عارف مين مين سهير سهير ايوه ايه بابا الكلام ده صحيح انا ما قدرتش اقول لحضرتك ان انا بحب سهير وان سهير بتحبني انما انا قلت لماما وهي وعدتني انها هتقول لحضرتك احمد هو اللي هيتجوز سهير انت ليه جوازة تانية يا بابا مش ممكن يا بابا انتوا بتعصوا اوامري ابدا بس بتطع لها حدود ثم انا مش فاهم ليه حضرتك عايز تحرمني منها وعايز تجوزها لاخويا اللي اصغر مني اللي لسه ما اتخرجش واللي عارف قد ايه انا بحب سهير ليه يا بابا في ايه من فضلك؟ ما تسألنيش انا من حق ان انا اسألك احمد هو اللي هيتجوز سهير وكلمتي هي اللي هتمشي يا بابا احنا مش زي الشطرنج حضرتك قاعد تحرك فينا زي ما انت عايز وتجوزنا اللي انت عايزه انت بتقول ايه يا ولد؟ وبترفع صوتك عليا؟ انا بدافع عن حقي ولا كلمة اتفضلوا جوه اتفضلوا جوه اتفضلوا
اتفضل. ليه بتعمل كده؟ ليه عايز تفرق بينهم؟ احمد لا يمكن هيتجوز سهير لانه بيحب اخوه. انت ظالم، عارف يعني ايه ظالم. انا مضطر اعمل كده. عشان ايه؟ تعرف كويس علشان ايه. افهم ليه بابا عايز يجوزني سهير؟ انا مش عايز اتجوز يا اخي. ثم سهير بتحبك وانت بتحبها. والله يا اخي انا اللي مندهش، مش عارف بابا ليه بيعمل معايا كده. انا عملت ايه؟ مش عارف عملت ايه، مش عارف. اسمع، انت مش اتخرجت وبقيت مهندس؟ ايوه. انا لو منك اتجوزها على طول. اتجوزها؟ اتجوزها ازاي؟ زي اي واحد بيتجوز يا اخي، تروحوا عند المأذون وتتجوزوا، وبالشكل ده نحط بابا وماما امام الامر الواقع. وسهير تقبل؟ تقبل ازاي؟ اسمع، انا هكلمها وافهمها الموقف بكل صراحه. باذن الله هتتجوزوا غصب عن ابوك وابوها. بس انا ما كنتش اتمنى ان انا اخلي سهير تبقى في موقف زي ده. ولا انا طبعا، انما هنعمل ايه؟ اسمع كلامي انا وخليها على الله. مساء الخير يا عم. اهلا ابو حميد، ازيك يا بطل؟ الحمد لله. شربات يا عزيزه. لا يا عم متشكر. لا ايه، لا معلش متشكر، انا بس عايز حاجه من سهير. اتفضل يا ابني. متشكر. مساء الخير يا سهير. اهلا. ازيك؟ ازي صحتك؟ فين الالبوم اللي خدتيه مني؟ البوم ايه؟ الالبوم بتاع الصور اللي خدتيه عشان تتفرج عليه. انا شلته. ايوه عندك جوه، انا شفته بعيني في الدرج. طب تعالى شوف. عن اذنك يا عم. اتفضل يا ابني. في ايه يا احمد؟ انا جاي اكلمك في موضوع مهم. ايه؟ ابويا وابوكي عايزين يفرقوا بينك وبين حسين. عارفه. انت بتحب حسين ولا لا؟ حسين كل حياتي. يبقى لازم ملقتش الالبوم يا عمي. كده؟ ايوه، يظهر لي بقى ان انا نسيته عند واحد صاحبي ولا حاجه. تلقى هناك برضه. ان شاء الله يا عمي، تصبح على خير. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. بقى مثلي على والدك يا ابو حميد. خلاص يا حسين، وافقت وهتيجي الساعه 9. الساعه 9؟ ايوه. ايه؟ هنجيب المأذون منين؟ صحيح، هنعمل ايه في حكايه المأذون دي؟ خير يا عم. اهلا اهلا. اهلا. مساء الخير يا مساء النور. اتفضل اتفضل، احنا جايين نشرب الشاي عندك. يا مرحبتين، ربنا يكرمكم. الشاي جاهز اهو. اه قول لي يا عم عبده. نعمين يا باشمهندس. لو في اتنين بيحبوا بعض، ها، وعايزين يتجوزوا بعض واهلهم مش موافقين، يعملوا ايه؟ هما مش بيحبوا بعض قوي 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 ومتفقين يعني أوي أوي, أوي. ولو اتجوزوا ما احتاجوش لأهاليهم مواصل أبدا؟ خلاص اتجوزوا. طيب أنا عايزك تشوف لي مأذون من عينيا.
مبروك يا عريس، مبروك يا عروسة. ألف مبروك يا حسين، مبروك يا سوير. ألف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا عم عبده. قول لي. نعم. هنديله كام؟ أقول لي تعب مع الجود، هنديله 3 جنيه وبس. 3 جنيه؟ أيوه. مش غير 150 قرش معاك انت تكمل؟ انا معايا 56 قرش اهو. 56 قرش ايه يا اخي؟ اديني 50 قرش. انا معايا ناقص كام؟ يبقى ناقص لنا جنيه معاك؟ اهو خالص. طب متشكرين قوي يا مشيخ. بالرفاء والبنين. الف شكر. عقبال البكاري ان شاء الله. ان شاء الله. كان نفسي الليله دي كده تبقى فرحه كبيره وحفله كبيره يحضرها الاهل والاصحاب، واقف جنبكم وانتوا في الجوشه والمزيكا عماله تدق وتلعلط، واقدم هديتي بايدي. لكن معلش الايد قصيره بقى. اسمعوا انا عازمكم. بتضحكي؟ انا بتكلم جد. اخر 6 ساغ في جيبي هحتفل بيهم على قدي. تعال كزوزه تعال. ايوه جاي. افتح 3 ليمون. جاي. خلي بقى عشان اشكر. ايوه جاي. أكون نفسي وبعدين أبقى أسافر. بالعكس يا ابني، الأصول الناس تسافر أولا تكمل دراستها وبعدين تيجي تشتغل زي ما هي عايزة. الناس العاقلين بيعملوا كده. أيوة بابا، بس ما بسش ولا حاجة. اتفضلوا روحوا أوضتكم. تصبحوا على خير. اتفضلوا. إيه في حاجة تانية؟ لا بابا، أنا مش عايز أزعل حضرتك. أنا مستعد أسافر. بس يعني أنا لو سافرت مش هكون لوحدي. خايف من إيه يا ابني؟ هو أنت لسه صغير؟ لا بابا، عشان أنا مش صغير مش هكون لوحدي. هتكون معايا مراتي. هتكون معاك مين؟ مراتي. أنت اتجوزت؟ ايوه بابا. جوزت مين؟ اتجوزت سهيرة بابا. سهير؟ انت بتتحداني يا ولد؟ لا ابدا. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ ولا عايز تخليني ماليش كلمة قدام الناس؟ ابدا يا بابا، مرة واحدة استعملت حقي. انت مالكش أي حق في البيت ده؟ أنا ليه حق. دبرت بيتي. عيبش اخرج بره يا قليل الأدب. أنا مش قليل الأدب. أنت اللي ظالم. أنا مش قادر أفهم أنت ليه بتعاملني المعاملة دي طول عمرك. أنا مش ابنك. لا، أنت مش ابني.
ما اقول لك امشي اخرج برا. امشي. انا مش هخرج برا. انا هقعد هنا. هقعد هنا مع امي. مع اخويا. دي مش امك. وده مش اخوك. انا اتحداك. اتحداك اذا كنت تقدر تفرق بيني وبينهم. مفيش اي صلة تربطك بيهم. احنا لميناك من الشوارع. فاهم يعني ايه من الشوارع؟ انت لقيت. لقيت. فاهم يعني ايه لقيت؟ فاهم؟ وانتي مش امي. ارجوك اتكلمي. انتي مش امي. مش معقول. مش معقول. احسن دلوقتي. مش هتقولي لي بقى؟ انا مش هقول حاجه الا لما تيجي عمتي. ما انا برضو ابن عمتي، ويمكن عمتي كتبات الليل عند اختي. قولي لي يا احسان، ايه اللي مضايقك؟ محمود قال انه مسافر اوروبا النهارده، وبطريق الصدفه اكتشفت انه سهران مع واحده من ستات اصحابه بدل ما كان يقعد معايا. انت متاكده؟ ايوه متاكده. انا شفته بعناية بقالي 3 سنين بالشكل ده. انا مش ممكن بعد اللي شفته النهارده اعيش معاه دقيقه واحده. انا هروح اشوف عمتي. هدي نفسك، هدي نفسك. ثم دلوقتي هتروحي فين؟ الدنيا مطر بره. انا مش عارفه، مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه ليه هو بيعمل كده.
انا هتجنن يا مدحت. والله يا احسان انت اللي جبتي كل ده لنفسك. رفضتيني انا، فضلت عليا محمود مع اني انا اللي كنت بحبك. ايوه انا اللي كنت بحبك، وكنت ببقى تعيس جدا لما بعرف انه بيعاملك معامله سيئه. انا بقالي 3 سنين بتعذب، 3 سنين بتعذب بتعذب لما بسمع صوتك، لما بشوفك. ارجوك انا بحبك. ارجوك يا مدحت انا بحبك. ارجوك بحبك يا احسان. سيبني. لا انا بحبك. سيبني يا مدحت. ارجوك سيبني. سيبني يا مدحت. سيبني من فضلك. سيبني. انت السبب، انت السبب. ما انتش عايزه الصرافه، قلت لك 100 مره الصرافه. عايزني اعمل ايه؟ ما فيش دكتور ما رحتلوش، لكن ما فيش فايده، ما فيش فايده. قول لي هقول ايه لمحمود لما يرجع من السفر؟ انا هنفضح قدامي، هنفضح، انا هموت نفسي، هنفضح. يا احسان انا المسؤول، لما يجي محمود انا هعترف له، هواجهه بالحقيقه. انا هتجوزك، هحافظ عليك وعلى اسمك وعلى سمعتك وعلى ابني. شهرين دلوقتي، شهرين من نهار ما رجعت البيت، ولا سكر ولا سهر ولا حاجة أبدا. ربنا يهديك وتعقل على طول. ربنا يديم رضاكي عليا يا ستي. انت ليه دايما حزينة وبتفكري؟ ناقصك حاجة؟ انت عارف طول عمري نفسي في ولد يسليني ويملى عليا البيت. بكرة تشبعي أولاد، ده احنا ما بقناش الأربع سنين غيرنا بيقعد بالعشرة. محمود أنا عايز أطلب منك حاجة. تحت أمرك يا حبيبتي. عايزة أتبنى ولد يملى عليا وحدتي. بس كده؟ أروح الملجأ أجيب لك دست يا ستي. لا هروح أنا، أنا عايزة أختاره بنفسي. روحي يا حبيبتي في أي وقت تحبي. صحيح. ولكني أتيت.
ولقد صرت للدنيا طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير أين جهلي ومراحي وأنا غض غريب أين أحلامي وكانت كيفما كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري من حياتي الماضية أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية لي ذات غير أني لست أدري ما هي فمتى تعرف ذاتي كن هذا لست أدري سيدنا الأفندي عايزين نشطب طيب عايزين الحساب طيب
وانت منهم؟ قدامي على الاسم يا خفيف. يلا امال ما تزرقنش معايا، امشي يلا. مش عاوز تدفع الحساب ليه؟ ما عنديش فلوس. ولما ما عندكش فلوس بتشرب سم هاري ليه؟ ما تنطق. انت اسمك ايه؟ اسمي حسين. حسين ايه؟ معرفش. نعم بتهزر؟ لا ما بهزرش. انا اسمي حسين، لكن حسين ايه حقيقي معرفش. فتشوا عسكري. حضرتك انت متخرج السنة دي؟ ايوه. حسابك كام يا جرسون؟ 163,500 يا فندم. طب استنى بقى شوية. حاضر يا فندم. تعال يا حسين تعال. اقعد هنا. تشرب قهوة؟ متشكر. سيجارة؟ ما بدخنش. انت متعود تشرب خمرة يا حسين؟ لا ابدا دي اول مرة. ليه؟ في حاجة مضايقاك؟ زعلان مع اهلك؟ انا ماليش اهل. شوف يا حسين انا عايزك تكلمني مش باعتبار الضابط اللي بيحقق معاك، باعتباري اخ. انا كمان زيك متخرج السنه دي، لو كان في حاجه مضايقاك قولها لي يمكن اقدر اساعدك. انا مشكلتي ملهاش حل ابدا. كل مشكله لها حل، نحاول نحلها مع بعض ونعرف ايه مصدرها. برضو ملهاش مصدر. مفيش حاجه في الدنيا ملهاش مصدر. أنا معرفش مصدري. إزاي؟ إنسان اتولد في الضلمة، لا أم ولا أب ولا أصل ولا عيلة، هي دي مشكلتي. هتقدر تحلها؟ أنت اللي تقدر تحلها. وافرض دي حاجة ما تقللش من كرامتك أبدا. وهي فين كرامتي؟ كرامتك في ذاتك، في شخصك. انا ايه؟ ابن مين؟ اصلي ايه؟ ارجع لصوابك، خليك في الواقع، ما تفقدش ايمانك بالله وبنفسك. انا شخصيا نشأت يتيم الام والاب، وكونت نفسي بنفسي، وانت شاب، والشباب امل. كافح، جاهد، اشقى، اتعب. المجتمع النهاردة ما بيقولش ده ابن مين، المجتمع بيقول ده مين، عمله ايه، مجهوده ايه. وانت معاك سلاحك، علمك، وقدامك المجال واسع، في المصانع، في الشركات. اوعى تسيب نفسك فريسة لجأس، اوعى. اديني ايدك يا حسين.
اوعدني انك هتخرج من هنا انسان تاني. وعد. وعد. دقيقة واحدة. في حاجة كمان. ما معيش إلا 10 جنيه. نقسمها. لا. متشكر. لا، مش متشكر. دي سلطة. هتردها لي من أول مرتب تقبضه. اتفقنا؟ أنا متشكر أوي. مع السلامة. ودي وشي فين من الناس؟ اقول لهم ايه؟ انا ما اخطأتش يا بابا. انت غشتيني. انا وعدتك اني ارفع راسك دايما فوق. بالجوازة دي اللي ما تشرفنيش. الجوازة دي تشرفك وتشرفني يا بابا. وتخرجي عن طريقي. دي مالهاش طاعة، دي سلاح انانية. وعلى العموم احنا اتجوزنا خلاص. مستحيل. المستحيل انت فارق بيني وبينه. حسين جوزي وهروح معاه واعيش معاه في المكان اللي اختاره. ومش عايزة منك حاجة. مش ممكن. الكلام ده ما بقتش اسمعه. انا صحيح في الاول اديت لك الحرية الكافية، لكن دلوقتي لا، انا ما احطش راسي في الطين ابدا. وانا مش هسيب حسين ابدا. اخلصي. Thank you.
الماضي له أثر كبير علي، وده اللي خلاني أنظر للمستقبل بعين الخوف والحيرة. أعذريني يا زهير، إحنا صحيح حبينا بعض في جو كلها عواصف وأشواك، لكن إيماننا بالحب خلانا نتحدى كل الناس ونتجوز بعض. وعلشان يعيش الحب اللي بيني وبينك واللي بستمد منه كياني، لازم أبعد. زهير، أنت في حل من الرباط اللي ربطنا ببعض. الوداع. ايه اللي حصل يا سهير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي كنت غلطان، سامحني يا رب. سامحيني يا بنتي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حسين، يا ترى عايش انت؟ سهير لازم نروح له حالا، لازم يرجع لبيته، يرجع لامه، ويرجع لنا كلنا. ما حدش هيخلي حسين يرجع الا احمد. احمد وهو فين؟ احمد لا يمكن يكون في مصر، انا عارفه اصحابه، هدور عليه وهيرجع يا طنط. حسين هيرجع يا طنط. ايوه ايوه يا سهير، ضوي عليهم، ما ترجعيش من غيرهم. اطمني يا طنط. ها مفيش اخبار؟ مفيش فايده، مش لاقيه ابدا، ما خليتش ولا حته في البلد. يمكن سافر. هيسافر يروح فين بس؟ سهير، احمد. سهير تعالي تعالي يا سهير. مفيش وقت للكلام، انت الوقت تسافر حالا. اسافر اروح فين؟ لحسين. اخويا هو فين؟ ادي عنوان الشركة بتاعته. وريني. من فضلك يا فندم، المهندس حسين محمود بيشتغل هنا؟ هو فعلا بيشتغل هنا، وكانت حالته مش طبيعية، وجاله انهيار، ونقلناه مستشفى من بره. ايه؟ في مصر. متشكر يا فندم. العفو. حسين. مين؟ احمد. حسين اخويا. مش معقول. ازيك يا احمد؟ ايه ده حسين؟ توحشني قوي يا عم. ازيك يا حسين؟ ازيك يا واد؟ طب بذمتك انا زعلان منك. ليه؟ كده برضه تسيبني يا حسين؟ يهون عليك اخوك بالسرعه دي؟ احمد. ايوه احمد، اخوك يا حسين. مفيش قوه في الدنيا هتقدر تحرمنا من بعض. انا هعيش معاك في اي حته. لا يا احمد، انت ليك بيتك، ليك اب، ليك ام. انا سبت لهم البيت وحياتك، مش ممكن ارجع الا اذا رجعت انت معايا. لا، اذا كنت بتحبني صحيح لازم ترجع البيت، لازم. شوف اما اقول لك، من غيرك انت مش ممكن، يستحيل. عشان خاطري حسين، ما تحرمنيش من اخوتك، ما تحرمش سهير من حبك. دي قلبة الدنيا عليك يا اخي. لا يا احمد، اسمع، انا مش عايز سهير تشوفني. الله. مش عايز اقابلها. اوعى تقول لها انا فين، اوعى. طب بس خلاص، بس هدي نفسك. خلاص يا سيدي، مش هقول لها. وحياة حسين ما هقول لها. حبيبي. ايه ده يا اخي ده؟ إيه؟ ده كلام؟ ما عندكش حاجة الواحد ياكلها؟ ولا شوية فاكهة كده، ولا حتة تورتة؟ اسمع، أنا هنزل أجيب لك تورتة من اللي أنت بتحبها. أحمد. ما تتأخرش عليا. هوا، أنا راجع لك حالي. فين المدة دي كلها؟ كنت
كنت بدور على اخويا. اخوك مين؟ اخويا حسين. هو دلوقتي في مستشفى الشركه اللي بيشتغل فيها، وترجاني ما اقولش لحد على مكانه. لكن انا وبابا جيت اقول لحضرتك عشان تقدر تصحح الغلطه اللي وقعتنا فيها. عايزني اعمل ايه يعني؟ تروح له ترد له كرامته وترجعه البيت. حضرتك اخطات في حقه. انت جاي تديني درس في الاخلاق ولا ايه؟ العفو يا بابا، انا ما اقصدش، اعتبرني ولد عاق، لكن ارجوك ما تحرمنيش من اخوي. حسين عاش في دمي وعاش في روحي. انا فتحت عيني على الدنيا لقيته قدامي، عشت معاه اكتر ما عشت مع حضرتك ومع ماما. يمكن صحيح ما يكونش اخويا، انما الحياه اللي عشناها سوا خليته بالنسبه لي اكتر من صديق واكتر من اخ. حسين بالنسبه لي يا بابا كل حاجه. انت جاي تهددني؟ انا بنذرك، اذا ما كانش حسين اخويا هيرجع البيت مش هتشوفني ابدا. وزي ما حرمت من ابوتك انا هحرمك من بنوتي. ازيك؟ انت وحشتيني قوي احسن هانم. احسن هانم، انا امك يا حسين. كتر خيرك، كفايه انك استحملتيني 26 سنه وانا بقول لك يا ماما، وانا ما كانش حقي ابدا اقول لك الكلمه دي. لكن انا امك. يا ريت. صدقني صدقني يا حسين. لا، انت الست اللي لميتيني وقويتيني، انت الست اللي ربتيني. مش ممكن تكون انت الست اللي جابتني الدنيا دي ورمتني، مش ممكن تكوني انت اللي انا. يا حسين لا، ارجوكي ما تشويش نفسك علشان انسانه ما تعرفيهاش. قول كل اللي انت عايزه، اشتم اشتم كمان. انا ضحيه غلطه واحده عملتها وبكفر عنها في كل سنه. سامحني سامحني يا ابني، انا امك. مش ممكن. دي الحقيقه، انا امك، ودي الاوراق اللي تثبت انك ابني. خدها اقراها. لا اقراها.
امال لما سالتك السؤال ده ما رديتيش عليا ليه؟ انكرتي انك امي ليه؟ كنت خايفه من الموقف ده. وابويا؟ ابويا هيبقى مين؟ ابوك. ايوه ابويا، انا عايز اعرفه، عايز اعرف انا مين، اصلي ايه. كان في حاجه في دمي بتقول لي دايما انك امي، لكن ابويا مين؟ هو فين؟ عايش ولا ميت؟ انطقي. مات ودفع حياته ثمن بغلطته. والراجل الكريم اللي رباني عارف السر ده؟ ابدا. 26 سنة وأنا بتعزي، كاتمة كل ده في قلبي علشانك وعلشاني وعشان أخوك، وكل اللي قدرت أعمله إن خليتكم تحبوا بعض. أرجوك يا حسين أتوسل إليك ارجع معايا البيت، أنا محتاجة لك، محتاجة لوجودك معايا علشان خاطر، علشان خاطر أخوك. مش عايز ترجع، أنا مش هغصب عليك، لكن أنا مضطرة أعترف لمحمود، وأنا مش عارفة هيعمل فيا إيه. أرجوك يا ابني ما تهدمنيش، ما تهدمش البيت اللي تربيت فيه. أنا أمك، وده برضه الراجل اللي رباك وتعب معاك. قلت إيه؟ برضه مش عايز ترجع معايا؟ لا، حتى بعد الكلام اللي سمعته. لا، كتر خيرك، ربنا يسامحك، يسامحني. يرجع معايا، اتحرمت من ولادي الاتنين، مش هيرجعوا لي تاني. محمود، زمان غفرت لك غلطات كتيرة عملتها في حقي، دلوقتي عايزك انت تسامحني. سامحك في ايه؟ انا هقول لك. بابا،
سوير. الحلوة برمشها